بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة نهاية الأسبوع وبالتأكيد جاية في يوم مهم جدا، لأن النهاردة عندنا مباراة من ضمن مباريات الدوري العام والجولات الحاسمة في مشوار المسابقة. النهاردة مباراة مع فاركو في الجولة 28 من عمر مباريات الدوري العام، الماتش إن شاء الله الساعة 9 من مساء اليوم على ملعب الأهلي والسلام. بالتأكيد مباراة مهمة، ثلاث نقاط مهمة، الدوري لسه مخلص، المنافسة لسه موجودة، عدد المباريات المتبقية للأهلي أكتر من فارق النقاط، فإن شاء الله بإذن الله بعزيمة وحماس اللاعبين وتشجيع الجماهير يقدر الأهلي بإذن الله يعمل ريمونتادا ويختتم الموسم ببطولة قوية جدا وهي بطولة الدوري العام. حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل، وهنستعرض كمان قائمة الفريق والاستعداد لمباراة فاركو، وكمان هنلقي الضوء على بعض الأمور الخاصة بالمشوار الإفريقي القادم سواء للنادي الأهلي أو حتى للبطولات الإفريقية خلال الفترة القادمة. لكن تابعونا، حلقة فيها كواليس وتفاصيل وأخبار حصرية مش هتشوفوها إلا من خلال شاشة قناة الأهلي. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم زي ما أنتم متعودين معانا كل يوم. سؤال حلقة النهاردة، عايز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي أمام فاركو الليلة، وتوقعاتكم أيضا كمان لنتيجة المباراة. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم وتوقعاتكم للتشكيل وأيضا النتيجة. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواجه فاركو الليلة في الدوري، وكمان فيتوريا يتابع المباراة من المدرجات، وفي الترند العالمي باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على ضم برناردو سيلفا. استعراض مباريات اليوم، يمكن النهارده في مباراة مهمة جدا ويمكن هي أهم مباراة أو المباراة الوحيدة النهارده في الدوري المصري. النهارده الأهلي هيستضيف فاركو في الساعة 9 من مساء اليوم على ملعب الأهلي والسلام. كلنا عارفين مباراة الدور الأول كانت في استاد الاسكندريه والاهلي عمل نتيجه كبيره بالفوز على فاركو، لكن مباراه النهارده بغض النظر عن الاداء المهم النتيجه والثلاث نقاط للاستمرار في المنافسه خلال الفتره اللي جايه. اذا النهارده هي مباراه بالتاكيد هتكون سهره ممتعه باذن الله لكل جماهير النادي الاهلي. طيب قبل ما اطلع فاصل، النهارده عيد ميلاد وذكرى سعيده جدا لاحد اساطير واحد نجوم النادي الاهلي خلال السنوات الاخيره، تحديدا في الألفية الجديدة سطر تاريخ وعمل إنجازات عظيمة جدا سواء في المشوار الإفريقي أو حتى في المشوار المحلي. لعب مع الأهلي فترات طويلة، لكن لما اختتم مشواره القروي مع النادي الأهلي حمل دوري أبطال إفريقيا عام 2013 وهو كابتن النادي الأهلي، ثم في 2014 فاز مع الأهلي بأول بطولة كونفدرالية وهو مدير كورة. نجم كبير، لعب مع المنتخب بطولات عظيمة، لعب كأس إفريقية، كمان تألق في كأس العالم للقارات، لكن للأسف من سوء حظ وسوء حظ الجيل ده ما لعبش في كأس العالم، لكن كان إنجازاته كبيرة جدا في كأس العالم ومع الأهلي في البطولات الإفريقية. الصخرة والجمعة، كل سنة وانت طيب يا صخرة. أهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن مباراة الأهلي وفاركو. كلنا عارفين الأهلي حاليا لعب 26 مباراة، متبقي ليه 8 مباريات، والفريق اللي في المركز الاول والثاني الزمالك وبيراميدز بيلعبوا يعني او متبقي لهم حوالي 6 مباريات، يعني لاعبين اكتر من الاهلي حوالي مباراتين، وبالتالي الاهلي ان شاء الله لما يكسب فارق المباراتين هيعدي بيراميدز، وفي نفس الوقت هيكون فارق النقاط مع الزمالك حوالي 5 نقاط، ولسه بنتكلم في 6 ماتشات ب 18 نقطه. امبارح ريكاردو سواريش المدير الفني البرتغالي للنادي الاهلي اعلن قائمه الفريق، والقائمه شهدت استدعاء عدد من اللعيبه اللي كانت بعيده الفتره الاخيره بسبب الاصابه على راسهم بالتاكيد بيرسي تاو. قائمه الفريق محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسه المرمى، خط الدفاع رامي ربيعه، محمود متولي، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، ايمن اشرف، علي معلول، محمد هاني، محمود وحيد، محمد اشرف يعود من جديد للقائمه خلال الفتره الاخيره. خط الوسط في ظل غياب السليه وحمدي فتحي موجود النهارده معانا اليو ديانج، مجدي قفشه، محمد فخري، محمد محمود، زياد طارق، وليد سليمان، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني. وفي خط الهجوم نتيجه غياب محمد شريف وصلاح محسن مش موجود غير حسام حسن. كل التوفيق يا رب للاعيبه اللي النهارده هتبدا المباراه، وكلنا شايفين في لعيبه شباب، محمد اشرف موجود، زياد طارق كمان
استعادة محمد عبد المنعم بعد الإصابة، بيرستاو أخيرا بيعود بعد فترة طويلة، بنتكلم في حوالي شهرين منذ مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، فإن شاء الله بإذن الله تكون القائمة موفقة في خوض مباراة اليوم والفوز بالثلاث نقاط. طاقم التحكيم وحكام مباراة اليوم، ويبدو أن لجنة الحكام بعد الأزمة التي حدثت في مباراة المقاولين خاصة في تقنية الفار بوجود حكم صاعد ما عندوش خبرات، النهارده الاتحاد المصري او لجنه الحكام عايزه تثبت ايه؟ ان هي طب خلاص انا هجيب لك حكم دولي في تقنيه الفار، بس ده مش مبرر، ده معناه ان انت اصلا تعييناتك كانت غلط في ماتش المقاولين، فبتصلح الغلط النهارده في ماتش الاهلي وفاركو، ده دليل ان اللجنه مش مركزه والتعيينات فيها مشاكل في الفتره الاخيره. مباراه النهارده الاهلي وفاركو الساعه 9 على ملعب السلام، حكم ساحه الكابتن احمد الغندور، ولسه راجع من المغرب، كان موجود في كاس امم افريقيا للسيدات، حكم مساعد احمد حسام، حكم مساعد تاني هاني عبد الفتاح، حكم رابع مبروك نبيل، وحكم تقنيه فيديو الكابتن محمود عاشور، ومساعد حكم فيديو الكابتن اسامه السيد. طب مزيد من التفاصيل وعشان نطمن على اخبار الفريق والاستعداد لمباراه فاركو، اروح مباشره الى الزميل العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في فندق الاقامه عشان نطمن منه ونشوف اخر الاخبار. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك الزميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك طبعا في البدايه، وتحياتنا ايضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. تحياتي ليك، وعايز اطمن منك على اخبار الفريق والاستعداد لمباراه فاركو، في غيابات عديده لكن الجهاز الفني استعان بمحمد اشرف، وكمان موجود بيرسي تاو ولويس ميكيسوني، ومحمد عبد المنعم بيرجع من جديد، ومحمد فخري كمان النهارده موجود في القائمه. يعني محمد طبعا ظروف مستحيله وصعبه جدا على الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي في ظل مرحله دقيقه جدا بتمر على بطوله الدوري العام وعلى تحديدا لاعبي النادي الاهلي، الغيابات كثيره جدا وفي اماكن حساسه بشكل كبير جدا النهارده محمد. يعني التحضير للمباراه كان فيه صعوبه كبيره بجانب الصعوبه المعتاده في خلال الفتره اللي فاتت، احنا عارفين طبعا ضيق الوقت الكبير جدا، ريكفري ثم تدريب واحد، راجل بيحاول على قد ما يقدر الجهاز الفني بالكامل ان هو يعمل حاجات بسيطه جدا، فيها بعض تصحيح الاخطاء وفي ايضا كمان بعض الجمل اللي بيحاول ان هو يطبقها لكن بمجهود قليل، لان الحمل البدني خلاص، يعني اللعيبه انت عارف كل مباراه يا محمد وانت عارف هذا الامر بتخسر اثنين وثلاث لعيبه، المباراه بتنزلها النهارده على سبيل المثال انت عندك صعوبه جدا في الاطراف، عندك صعوبه جدا في منتصف الملعب، بيغيب السوليه، بيغيب حمدي فتحي، حتى احمد نبيل كوكا اللي كنت بتستعين بيه في بعض التوقيتات في منتصف الملعب غايب، الاطراف عندك عبد القادر، حسين الشحات، طاهر، عدد كبير جدا من اللعيبه، كريم فؤاد، كريم حمدي فتحي، ثلاث انذارات حصان على ثلاث، امر صعب جدا الحقيقه على الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي، لكن ثقتنا كالعاده موجوده بشكل كبير جدا، رهاننا المعتاد على الجمهور كبير جدا، المساند والدعم اللي بيدي دفعه كبيره وبوش كبير جدا للاعيبه النادي الاهلي، كل الظروف اللي احنا فيها دي بنتمنى لعيبتنا تقلبها دوافع بشكل كبير، الرغبه موجوده يا محمد والاصرار موجود، لكن في مجهود كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، بنطالب في كل مره طبعا اداء ونتيجه، لكن لابد ان احنا نلتمس العذر للجميع لان الظروف اللي بتمر بيها القطاع كره القدم بالنادي الاهلي وتحديدا الفريق الاول امر صعب جدا، بيتطلب المسانده من الجميع والتكاتف من الجميع وتحديدا جمهور النادي الاهلي، تكسب تخسر ده امر بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن انت لابد ان انت تساند بشكل كبير جدا، لعيبه النادي الاهلي تبذل كل ما تستطيع من قوه، التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى انت بتنتظره في خلال ال 90 دقيقه، الامور التحكيميه صعوبه بالغه بشكل كبير جدا، بنتمنى النهارده من طاقم التحكيم بالكامل وزي ما انت اكدت على هذا الامر محمد ركز، زي ما بنطلب التركيز من اللعيبه لا الحكام تركز بشكل كبير جدا، كابتن محمود عاشور يركز بشكل كبير جدا، كل الكرات اللي فيها شكوك ترجع وتشوف تبص عليها مره واثنين وثلاثه تاخد وقتك بشكل كبير جدا، ده الامر اللي احنا بنطالب بيه، لكن على المستوى التحضيري في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه القائمه قدر الحمد لله يمكن المستر ريكاردو ان هو يضم اللعيبه المتواجده طبعا في قائمه فريق النادي الاهلي اللي متواجده تحديدا في فندق الاقامه، هنشوف ال11 اللي هيشاركوا في هذه المباراه ازاي مستر ريكاردو يقدر يوظف بعض من اللاعبين، كمان البدلاء انت بتحاول يا محمد يكون عندك اي بديل يصنع معاك الفارق، امر صعب جدا النهارده في هذه المباراه، لكن رهاننا في كل مره هنتكلم على هذا الامر شخصيه اللاعبين والروح والاصرار والجمهور اللي بنراهن عليه في كل مره، واللي بيراهن على جمهور النادي الاهلي عمره ما بيخسر يا محمد. طب القائمة يا كريم قدامي حوالي 21 لاعب، أعتقد كده خلاص يعني هو حارس واحد اللي هيطلع بره السكور وال20 هيكونوا في القائمة، 11 أساسي وتسعة على دكة البدلاء، يعني مفيش لعيبة ممكن النهاردة تخرج بره القائمة، دي المجموعة اللي هتكون النهاردة تحت رؤية ووجهة نظر ريكاردو سواريش بإذن الله.
بالتاكيد يا محمد، عشان كده بقول لك الصعوبه بالغه جدا. يعني انت مختار طبعا عدد من اللاعبين متاحين، وفي نفس الوقت هيكون واحد من القائمه خارج طبعا القائمه زي ما المعتاد طبعا كنت عارف يا محمد، لكن الظروف هي البدلاء، دكه البدلاء، اللعيبه، اي حد يشتكي من اي حاجه انت تبدا تستعين من حد خارج الدكه وتوظفه توظيف غير توظيف. فان شاء الله باذن الله كل الظروف الصعبه جدا اللي بتمر على فريق النادي الاهلي تكون دوافع كبيره النهارده في المباراه. ان شاء الله باذن الله 3 نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي دوره كبير جدا، مش النهارده، دوره كبير جدا المرحله القادمه كلها. لكن بنشوف في الاستاد محمد الحقيقه المسانده والهتاف، والهتاف للعيبه وتشجيعهم ومؤازرتهم، وده الدور الكبير اللي مطلوب من جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله نعدي من المرحله الكبيره والضغط الكبير والرهيب جدا على فريق النادي الاهلي بدون اصابات. بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي والحصول على 3 نقاط، ويا رب ان شاء الله ما حدش يطلع مصاب من لاعبي النادي الاهلي ويستكمل مشوار النادي الاهلي بطوله الدوري العام. محمد، موعد المحاضره يا كريم امتى؟ وان شاء الله التحرك هيكون الساعه كام؟ طبعا يعني المحاضره الفنيه الاخيره هتكون 6:30 طبعا هنا في فندق الاقامه، ومباشره 7 مساء يتوجه فريق النادي الاهلي الى استاد الاهلي والسلام. المحاضره يا محمد يعني بتكون اقل من نصف ساعه. التحضيرات طبعا كلها يمكن انتهت، الراجل بياكد بس على بعض الامور وعلى التشكيل او على الواجبات والمهام طبعا لكل اللاعبين. لكن ان شاء الله محمد باذن الله النهارده نشوف اصرار اللعيبه في الملعب، ويا رب ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تستعيد ثقه الجمهور الكبيره كالمعتاد ان شاء الله. زي ما لعيبه النادي الاهلي فرحتهم قبل كده، جمهور النادي الاهلي منتظر ان شاء الله ان احنا نعود لسلسله الانتصارات بعيدا عن الاداء. اكسب، قاتل، ابذل اللي عليك، وان شاء الله توفيق ربنا يكون معك باذن الله. الزميل العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي من مقر اقامه الفريق، بشكرك بالتاكيد على كل هذه المعلومات والايضاحات، وكل التوفيق يا رب النهارده للفريق لحصد ال3 نقاط في صراع المنافسه والصداره خلال الفتره اللي جايه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل باقي فقرات برنامج الترند. الميديا وصفحات التواصل الاجتماعي اتكلمت على ايه بخصوص الاهلي خلال الساعات الاخيره؟ نبدا ترند الاهلي بحساب يلا كوره، وحساب يلا كوره اهتم بتشكيل الاهلي المتوقع على مباراه اليوم امام فاركو. 5 تغييرات وعوده تاو امام فاركو. طب التشكيل: محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، وبالتالي ادي اول تغيير مكان كريم فؤاد، علي معلول ظهير ايسر، 2 مساكين رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، وبالتالي ده تغيير ثالث بعوده عبد المنعم لان محمود متولي رايح لنص الملعب وايمن اشرف او ياسر ابراهيم مش موجودين. وسط الارتكاز في محمود متولي واليو ديانج، وفي الهجوم بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، أفشة، حسام حسن. 5 تغييرات ولكنه تشكيل متوقع، وننتظر التشكيل الرسمي اليوم الساعه 8 قبل المباراه بساعه. طيب نروح بقى لغيابات الاهلي امام فاركو. حساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر اهتم جدا بمين النهارده غايب عن الاهلي في مباراه فاركو في الدوري. بنتكلم في 11 لاعب خارج الخدمه، تشكيله اساسيه كل مباراة بنقول النهارده في غيابات 10 11 12 لاعب. مين 11 النهارده الغايبين؟ أكرم توفيق، عمار حمدي، حسين الشحات، محمد شريف، عمرو السولية، أحمد نبيل، كوكا، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، كريم فؤاد، وحمدي فتحي. الغيابات ما بين إصابات أو إيقاف بسبب تراكم الإنذارات. طيب نروح للصفحة الرسمية لليوم السابع، وبتتكلم على مواجهة وحيدة جمعت الاهلي مع فاركو قبل صدام الليله. بنتكلم على اللقاءات التاريخيه، فاركو لسه صاعد للدوري الممتاز، وبالتالي ما كانش في اي مباراه رسميه الا مباراه الدور الاول، واللي انتهت بفوز الاهلي بنتيجه كبيره 4 أهداف مقابل هدف. سجل أفشة 2، ومحمد شريف 1، وحسين الشحات 1. طبعا النهارده محمد شريف مش موجود وحسين الشحات مش موجود، لكن ان شاء الله أفشة موجود، سجل 2 النهارده كمان يقدر يسجل اهداف. مقابل سجل احمد ابراهيم لاعب فاركو هدف فاركو الوحيد في مرمى الاهلي. المباراه كانت بتلعب على استاد الاسكندريه والاهلي قدر يفوز ب 4-1. طيب كوره بلس النهارده عملت شيء رائع جدا، اتكلمت على اقصر لاعبي الاهلي والزمالك تواجدا في ارض الملعب منذ جائحه كورونا. مباريات متتاليه، مواسم متلاحقه، دقائق لعب كثيره. مين بقى هم اللعيبه اللي تواجدوا في ارضيه الملعب ولعبوا عدد دقائق لعب ومباريات اكتر منذ جائحه كورونا؟ يعني بنتكلم بالظبط في حوالي 2 و5 شهور. محمد الشناوي عدد المباريات 128 مباراه بعدد دقائق 12315 دقيقه. يليه الونش 114 10650 دقيقه. بصوا بقى بعد كده السوليه 120 مباراه، أفشة 128 مباراه بس طبعا دقائق اللعب اقل 10113. بعد كده علي معلول 106، بعد كده أحمد سيد زيزو، بعديه حمدي فتحي، أليو ديانج، أيمن أشرف، محمد شريف، ثم أحمد فتوح، طارق حامد، وبعديه ياسر إبراهيم وأشرف بن شرقي. القائمة دي بتتكلم في 14 لاعب. كام لاعب من الأهلي؟ أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بنتكلم أكتر من 60 70%
من لعيبه الاهلي والزمالك اللي لعبوا مباريات هم لعيبه النادي الاهلي. 60-70% من اللعيبه اللي شاركت في مباريات كتير قوي منذ جائحه كورونا هم لعيبه النادي الاهلي. ومين بقى؟ احنا بنتكلم في تشكيله اساسيه: الشناوي، السوليه، قفشه، معلول، حمدي فتحي، اليو ديانج، ايمن اشرف، محمد شريف، ياسر ابراهيم. احصائيه ممتازه وكشفت لنا ليه الاهلي الفتره الحاليه مجهد اكتر من اي فريق. والقائمه كشفت كمان ان اللعيبه اللي لعبت مباريات كتير مع الزمالك لا يتعدوا في التشكيله الاساسيه اللي بيلعبوا دلوقتي اكتر من 2-3 لعيبه: الونش، زيزو، واشرف بن شرقي. احمد فتوح على مراحل اساسي او بديل، طارق حامد مش موجود ومشي وما بيلعبش اكتر من 6 شهور في الزمالك. لكن في النهايه بصوا على القائمه هتعرفوا ان التشكيله الاساسيه الرسميه للاهلي لعبت دقايق لعب كتيره جدا منذ جائحه كورونا، وده اللي يفسر لنا ليه المستوى الفتره الحاليه وفي اجهاد وفي حاله يعني فنيه يعني متراجعه بسبب ضغط المباريات في الفتره الاخيره. نروح لكره 11 وبيتكلموا على ان في تقارير قالت ان الكابتن حسام غالي حذر ريكاردو سواريش من توابع تصريحاته المثيره للغضب، حيث ان الحديث عن تلك الامور يعني عدم قدرته على قياده الفريق او شرح اسلوبه وطريقته، وان ضيق الوقت شماعه لن يرضى عنها الجميع والتي قد تنهي علاقته مع النادي خلال الفتره المقبله. على فكره ده تقرير، يعني هل مصدر هل ده خبر؟ ده تقرير بس. التقرير ده النهارده لو ريكاردو سواريش في المباراه مثلا كان في حاله اجهاد لا قدر الله او لعيب او اتنين اتصاب زي ما حصل في الماتشات اللي فاتت وطلع علق، وقت اللي كتب التقرير ده ساعتها يطلع يقول لك ايه؟ المدرب لم يلتزم بكلام حسام غالي؟ الكلام ده ما حصلش، وما فيش حاجه اسمها ان عضو مجلس اداره او مشرف على قطاع الكوره يتكلم مع مدير فني يقول له ما تتكلمش عن كذا وبلاش الشماعات والحاجات دي. الكلام ده ما بيحصلش في الاهلي على فكره، ما حدش بيتدخل في شغل المدير الفني ولا بيعلق على تصريحاته الا لو الامر متعلق بالحديث عن امور اداريه بعيدا عن الامور الفنيه. لكن الراجل بيتكلم في امور فنيه وبيتكلم عن ضغط ماتشات الناس كلها بتتكلم عليها، فاي تحذير واي تقارير بتتكلم عليها كوره 11 او بعض المواقع في السوشيال ميديا. طيب يلا كوره، بيقولوا ان في مصدر ليلا كوره قال ان الداخليه يطلب استعاره احمد سيد غريب من الاهلي. الفتره القادمه في لعيبه من فريق الشباب بالتاكيد راجعه من فتره اعاره او تم تصعيدها للفريق الاول، هيتم يعني تلقي طلبات استعاره او بيع خلال الفتره اللي جايه. الداخليه في الموسم اللي جاي بالتاكيد بعد صعوده للدوري الممتاز وعودته للدوري الممتاز عايز يدعم الصفوف، ففي اتجاه ان يطلب عدد من لاعبي النادي الاهلي على راسهم احمد سيد غريب. لكن هنشوف اداره الاهلي خلال الساعات الجايه هتقول ايه بخصوص هذه العروض اذا كانت صحيحه. المصري الرياضي: الجبلية يتمسك بمشاركه الزمالك والاهلي وبيراميدز وفيتشر في دوري الابطال والكونفدراليه. الجبلية عليها ان تدافع عن قرارها امام الاتحاد الافريقي لان اي شيء متوقع خلال الفتره اللي جايه، محدش عارف بكره في ايه او الكاف هيقول ايه، فيجب على مسؤولي اتحاد الكوره ان يدافعوا بشكل قوي عن قرارهم لان الكاف الورق بيديله الحق انه يوافق او يرفض اختيارات اتحاد الكوره، واتحاد الكوره التزم بمعيار، والانديه اللي كانت في المركز الثاني 31/7 عايزه تلعب دوري ابطال، رغم ان الورق ما بيقولش ان انا 31/7 لو تاني العب دوري ابطال، هو 31/7 ده ميعاد تسجيل اسماء الانديه، فيجب على اتحاد الكوره انه يدافع عن وجهه نظره في هذا الملف. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل بقى فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الفتره اللي جايه عندنا احداث مهمه جدا على المستوى الافريقي، في كونجرس وجمعيه عموميه في تنزانيا الاربعاء القادم، في اجتماعات مهمه جدا بشان تصور المسابقات الافريقيه، دور السوبر الافريقي، دوري ابطال افريقيا، كاس الكونفدراليه، فبالتالي عندنا احداث مهمه جدا على المستوى الافريقي. وبالطبع النادي الاهلي احد اكبر الانديه الافريقيه، بل بالعكس هو كمان نادي القرن الافريقي، مهتم جدا بالتصور والتطور اللي بيحصل في الكره الافريقيه خلال الفتره اللي جايه. لذلك في هذه الفقره معايا شخصيه مهمه جدا وهو مستر اندرو كامانجا رئيس الاتحاد الزامبي لكره القدم، اللي النهارده هيكون معانا فقط وحصريا على شاشه قناه الاهلي عشان نتكلم معاه على كل التصورات القادمه بالنسبه للبطولات الافريقيه. ارحب بالتاكيد بمستر اندرو كامانجا رئيس الاتحاد الزامبي لكره القدم، سعيد بالتاكيد بوجودك معايا واهلا بيك على شاشه قناه الاهلي. شكرا جزيلا على استضافتي، انا سعيد جدا لتواجدي معكم وتواجدي معكم في هذه المقابله التي اتمنى ان تكون مثمره. اكيد. طيب في البدايه، هل الاتحاد الزامبي لكره القدم بشكل خاص او الاتحادات عامه لديها قناعه بما يحدث من اداره لكره القدم الافريقيه خلال الفتره الاخيره من قبل الاتحاد الافريقي كاف؟
حسنا، لا استطيع الا ان اتحدث عن انفسنا، عن زامبيا. كاعضاء الاتحاد الافريقي نحن لدينا كل عام اجتماع للجمعية العمومية، واعتقد ان هذا الاجتماع هو مهم جدا بالنسبة لنا. فبالنسبة لنا اهتمامنا بالكاف وبالكرة الأفريقية، يجب علينا أن نسعى لتطوير الكرة الأفريقية، ويجب أن نناقش هذه الأمور في الجمعية العمومية، ويجب أن نعرض وجهات نظرنا. الأمر ليس شخصي، يجب علينا أن ندعم الكرة الأفريقية بكل ما أوتينا. أوكي، بالتأكيد طبعا، بالتأكيد الكل بيسعى للتطوير خلال الفترة اللي جاية. ولكن الاتحاد الزامبي لكرة القدم كان تقدم بمقترح لمناقشة إمكانية إجراء تعديل على اللجنة التنفيذية في الجمعية العمومية للكاف القادمة. ما هو المقترح وما هي أهميته، وهل له تأثير إيجابي إداريا وماليا على الكاف خلال الفترة اللي جاية؟ مثلا في الأساس ما نقول هو أن حجم الجمعية العمومية، حجم اللجنة التنفيذية في الكاف، يجب أن يكون هناك تقليل في التكاليف. وأعتقد أن عرضنا هو إعادة تشكيل وإعادة وتطوير أيضا الجمعية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي. أعتقد أن تقليل العدد من 25 أو زيادة العدد من 25 ل 13، أعتقد أن هذا شيء جيد. أعتقد أن يجب أن يكون هناك توزيع عادل لأعضاء اللجنة ولكل المراكز في الاتحاد الأفريقي، كما يحدث في الفيفا وبعض اللجان الأخرى في الكاف. أعتقد أن هذا هو أساس عرضنا. يجب أن يكون هناك عوائد واستفادات أكثر للاتحادات، ويجب أن تكون هذه العوائد وهذا التطوير يكون بشكل زائد في الفترة القادمة. أعتقد أن الأمور التي نناقشها الآن لديها نتائج مالية جيدة جدا على الاتحادات وعلى الاتحاد الأفريقي كذلك. وأعتقد أن بين 54 عضو في الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون هناك تقديم جيد للكرة الأفريقية. وأعتقد أن عرضنا بشكل أساسي يفيد الاتحادات والاتحاد الأفريقي على المستوى المالي، وكذلك على تقديم وشكل الاتحاد الأفريقي واللجنة التنفيذية. فكل واحد أو الجميع سيستفيد في ظل هذه العائلة الأفريقية. طيب، هل هذا الاقتراح سيتم مناقشته وعرضه في جدول الأعمال القادم للكونجرس الكاف، ولا تم يعني إلغاء هذا البند أو هيتم مناقشته بشكل آخر؟ أستطيع أن أقول لك من جهتين. كما أتوقع الآن أن الكاف الآن لديه مواضيع ليناقشها في الجمعية العمومية القادمة، وأعتقد أنه أي اقتراحات أو أي إضافات تحسن من أداء الكاف ستكون مقبولة. وأعتقد أن عرضنا مقبول وموافق عليه على ما أظن. وأعتقد أن ما حدث في 8 من شهر السادس في العام الحالي، أعتقد أنها كان من المتفق عليها أن يكون هذا الأمر مشتملا في أجندة الاتحاد الأفريقي في مناقشات الجمعية العمومية، وأظن أن هذا الأمر نحن في حاجة لنناقشه في الاجتماع القادم بين أعضاء الكاف. أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يوضع في الأجندة الخاصة بالجمعية، وأعتقد أنه يجب أن يوافق عليه ويجب أن يذكر. نحن الآن نتحدث عن أنفسنا، ولكن الأمر فيه فائدة للجميع.
واعتقد انه يجب ان يتم الموافقه عليه حتى لو لم يكن حتى لو كان خارج الاجنده الخاصه بالاجتماع. اعتقد اننا سننتظر مع الوقت وننتظر مناقشه هذا الامر وننتظر لان نرى هذه النقطه وكيفيه عرضها من قبل الكاف. نحن مقتنعون تماما بان الامر يجب ان يتضمن في الاجنده الخاصه بهذا الاجتماع. طيب فرصه طيبه معايا مستر اندرو كامانجا وانت موجود معايا وبنتكلم من خلال شاشه قناه الاهلي. عايز اعرف تعليقك على التصور القادم بالنسبه لدوري السوبر الافريقي والتعديلات اللي هتطرا على دوري ابطال افريقيا والكاس الكونفدراليه. في تغيير في هيكله مسابقات الانديه الافريقيه، هل شايف ده ايجابي ولا مش هيبقى في صالح الكره الافريقيه؟ بادئ ذي بدء، أعتقد أن اللجنة التنفيذية في الكاف وبرئاسة باتريس موتسيري لديهم تصورات أولية بإحداث بطولة جديدة وهي السوبر ليج الإفريقية. وجهة نظري أعتقد أن اللجنة التنفيذية قررت في يناير الماضي أن هذا الأمر سيشتمل على كل الأندية الإفريقية، وهذا الاجتماع كان ناقش فكرة العضوية والاشتراك في هذه البطولات. ولكن أعتقد أن هذا أمرا هاما، يجب أن يكون لدينا المزيد من البطولات في إفريقيا. هذا الأمر سيعمق ويقوي روابط الكروية والرياضية بين الأندية الإفريقية والعوائد المالية كذلك، ملايين الدولارات. هذا الأمر يحتاج إلى بطولة جديدة لإثراء الأندية. ولكن إذا نظرت للأمر بالنسبة للبطولتين الحاليتين، بطولة دوري الأبطال الإفريقية وبطولة الكونفدرالية، أعتقد أنه من المهم أن تتواجد بطولة جيدة، بطولة جديدة، ولا تكون فقط مجرد بطولة في الظل، وإنما تكون بطولة مؤثرة كما الحال في البطولتين الحاليتين. هذا اقتراح جيد من وجهة نظري. هذا اقتراح سيثري الأندية ويزيد العوائد الخاصة بالأندية، ولكن من جهة أخرى كما ذكرت يجب أن نكون حذرين جدا بالنسبة لتتابع المباريات الخاصة بهذه البطولات الثلاث. طيب مع إقامة دور السوبر الإفريقي والمكافآت والجوائز اللي قد تصل إلى 100 مليون دولار، في نفس التوقيت الاتحادات والأندية بيعاني من عجز في الأمور المالية، خاصة الأندية الإفريقية والاتحادات الإفريقية. حتى الاتحاد الإفريقي نفسه دكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي طلع وصرح أكتر من مرة أن هناك مشاكل مالية كانت في السنوات السابقة. رأيك في مسائل المشاكل المالية والعجز المالي اللي موجود حاليا في الكونفدرالية الإفريقية، وإقامة دور السوبر هيساهم في تعظيم الموارد ولا العجز المالي ده ممكن يكون مؤثر بشكل سلبي؟ أعتقد أني أستطيع أن أجيب بشكل عملي. الأندية التي تتنافس في دوري الأبطال والكونفدرالية أمامهم العديد من التحديات المالية والتكاليف، وهذا الأمر يجب أن يعتمد على المقابل الذي تتحصله هذه الأندية. هذه البطولات يجب أن تتطور من حيث العوائد المادية لتكون أكثر تنافسية، وبالتالي تواجه وبالتالي تعوض الأندية عما تبذله تجاه المباريات وخوض هذه البطولات. أعتقد أن هذه التحديات أمام الأندية من حيث السفر داخل إفريقيا، هذا الأمر مكلف، فيجب عليهم أن يعوضوا على الأقل ماليا. أعتقد أننا نؤمن بأن الجمعية العمومية حينما توافق على بطولة جديدة
فهذا هو الهدف من حصد المزيد من المال، ولكن حاليا يجب علينا أولا تحسين من حال البطولتين الحاليتين. على سبيل المثال في بلدي في زامبيا في آخر 4 سنوات لدينا 4 فرق تتنافس، وهذه الفرق لا تصل حتى إلى دور قبل النهائي في البطولات الإفريقية، فبالتالي لا تتحصل على المزيد من الأموال. فبالتالي لدينا الآن فرق لا تستطيع أن تتنافس على البطولات الإفريقية، تبذل المزيد من المال ولا تحصل على المقابل. يجب عليهم زيادة العائد المادي من التأهل وزيادة العائد بالنسبة للأندية التي تستطيع أن تصل لأدوار متقدمة. الأمر يعتمد على منظمي البطولات والرعاة. أعتقد أننا نأمل أن نرى بطولة جديدة في قارة إفريقيا. مستر أندرو كامانجا رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم، بشكرك شكرا جزيلا، ممتن جدا لحضورك معنا ومشاركتك في هذه الفقرة من خلال برنامج الترند على شاشة قناة الأهلي، وكل التوفيق يا رب للكرة الإفريقية خلال الفترة اللي جاية. عايز أقول لكم ابتداء من النهاردة بإذن الله الفترة الجاية هيكون في جسر تواصل مع كل رؤساء الاتحادات الوطنية في القارة الإفريقية. بالتأكيد مهم جدا نعمل تواصل مع الإعلام في إفريقيا، وتواصل أيضا كمان مع المسؤولين سواء في الكاف أو حتى رؤساء الاتحادات في القارة الإفريقية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد، ونروح للترند المحلي، واللي بالتأكيد هيكون الكلام فيه على منتخبنا الوطني اللي هيبدأ مرحلة جديدة مع البرتغالي روي فيتوريا مدير الفني الجديد لمنتخب مصر. فيتوريا النهاردة خلاص وصل لمصر بعد فترة الأجازة اليومين اللي فاتوا، بعد ما تعاقد وعمل مؤتمر صحفي، وصفحة الاتحاد المصري وحسابها على تويتر نزلوا صور وتفقد ري فيتوريا مقر اتحاد الكرة، واجتمع كمان مع مجلس الجبلية، خاصة ان دي الزيارة الاولى للمدير الفني البرتغالي منذ توليه المهمة رسميا. كلنا عارفين المؤتمر الصحفي اتعمل في احدى الفنادق في التجمع الخامس، لكن دي اول زيارة لري فيتوريا وجهازه المعاون في مقر اتحاد الكرة في الجزيرة. طيب نروح كمان لكرة بلاس، وبيقولوا النهاردة روي فيتوريا كمان هيحضر مباراة الأهلي وفاركو بصحبة جهازه المعاون. خلاص بقى الراجل هيبدأ يشتغل ابتداء من النهاردة أول 8 للمرحلة اللي جاية، ومن حسن حظه أن أجندة شهر 9 اتأجلت لأجندة مارس، فبالتالي الأجندة اللي جاية في شهر 8 هتكون كلها مباريات ودية، استعدادا بقى لأولى مباريات التصفيات الإفريقية بالنسبة له، لأن دي هتبقى الجولة الثالثة والرابعة لمنتخب مصر مع منتخب ملاوي، ولكن في مارس 2023 لسه عنده ما يقرب من حوالي 7 شهور للتحضير للفترة اللي جاية. طيب نروح للترند العالمي، واليوم السابع النهاردة بيتكلم على أفضل 5 هدافين في الجيل الحالي في الدوري الإنجليزي. قدامنا أفضل 5 هدافين: جيمي فاردي 133 هدف مهاجم ليستر سيتي، محمد صلاح مهاجم ليفربول 120 هدف، كمان رحيم ستيرلينج 109 هدف تشيلسي، رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد 102 هدف، وسون هيونج مين مهاجم توتنهام 93 هدف، لكن هاري كين مهاجم توتنهام 183 هدف. طبعا هاري كين يمكن ده اكتر هداف للدوري الانجليزي، هاري كين ثم جيمي فاردي وصلاح ورحيم ستيرلينج ورونالدو وهيونج سونج مين. طب نروح بقى للمشاركات، والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه على توقعاتكم للتشكيل وكمان مين ممكن يحرز الاهداف او النتيجه. استاذ سعيد بيقول الشناوي، هاني، ياسر، ربيعه، معلول، ديانج، افشه، وليد سليمان، لويس ميكيسوني، زياد طارق، وبيرسيتاو راس حربه. فوز الاهلي 0-3 ان شاء الله. نروح للاستاذ عبد الحميد مصطفى بيقول فوز الاهلي 2-0 باذن الله، لكنه لم يتوقع تشكيل مباراة اليوم. نروح لأستاذ مختار مطاوع بيقول أتمنى التشكيل التالي: الشناوي في حراسة المرمى، معلول، هاني، رامي، أيمن، متولي، وديانج، أفشة، وليد، زياد، وحسام. أستاذ مختار عايز وليد سليمان يبدأ من أول اللقاء، وكمان شايف أن متولي كلاعب ممكن يكون ديفندر بجوار ديانج في ظل غياب كوكا والسولية وحمدي فتحي. نروح كمان للأستاذ فتحي، مباراة أمام أقوى دفاع في مصر، أتوقع الفوز بهدفين إن شاء الله، والتشكيل الشناوي، هاني، ياسر، رامي، معلول، ديانج، حمدي، أفشة، تاو، حسام، زياد، ونقول يا رب يا رب بإذن الله.
دي كانت ابرز مشاركات الناس النهارده على السؤال اللي طرحناه، توقعاتهم للتشكيل ونتيجه المباراه، ويا رب باذن الله الاهلي يكسب لقاء اليوم، واهم حاجه هي الثلاث نقاط. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.